السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوقي معكم، يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة حبايبي في سنة أولى هنتكلم عن النيرف سبلاي بتاع الفور ليمب. زي ما احنا عارفين النيرف سبلاي بتاع الفور ليمب بيجي من مجموعة نيرف متحدة مع بعضها بتعمل بليكسس اسمها بريكيال بليكسس، وزي ما احنا متفقين انها موجودة في منطقة الأجزلة، في منطقة الأجزلة اللي هي المنطقة دي. البريكيال بليكسس دي بتيجي منين؟ بتيجي من السباينال نيرفز، بتيجي من السباينال نيرف. آخر ثلاثة سيرفايكال سباينال نيرف اللي هو السادس والسابع والثامن، مع أول اثنين ثوراسيك سباينال نيرف اللي هو الفيرست والسكند، الفنترال برانشز بتاعتهم بتتحد مع بعض وتعمل لي حاجة اسمها البريكيال بليكسس اللي أنا ماسكها بالفورسبس دي. البريكيال بليكسس دي بيطلع منها 11 نيرف هم المسؤولين عن تغذية عضلات والسكان بتاع الفور ليمب كلها. ايه هما ال 11 نيرفز دومات؟ اول واحد عندي، نمسك اول واحد اهو، ده اسمه سوبرا سكابولر نيرف، اسمه سوبرا سكابولر، بيطلع من السادس والسابع سيرفايكال سباينال نيرف، وبما ان اسمه سوبرا سكابولر بيروح يغذي العضلتين اللي فوق السكابولا اللي هما سوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس. تاني واحد هما عباره عن ثلاثه، اثنين او ثلاثه او اكتر، اللي هم دولت داخلين في عضلة السابو سكابولاريز اسمهم ساب سكابولار نيرف، وبيطلعوا برضو من السادس والسابع سيرفايكال سباينال نيرف، فينترال برانش بتاعتهم زي ما اتفقنا. يبقى دولت كلهم اسمهم ايه؟ ساب سكابولار، وده سوبرا سكابولار، والتلاتة دولت بيغذوا ساب سكابولاريز. بعد كده بلاقي في تلاتة طوال مع بعض ماشيين موازين لبعض، اللي هو ده بسميه لونج ثوراسيك، ده بسميه لونج ثوراسيك. كل اللي قدامي ده بيروح يغذي عضلة سيريتاس فنتراليز، وبعدين يليه على طول ده اسمه دورسال ثوراسيك، بيروح يغذي عضلة اللاتيسموس دورساي، بيغذي اللاتيسموس دورساي. والتالت اللي وراهم اللي هو ده اسمه لاترال ثوراسيك، بيروح يغذي عضلة كوتينس ترانكي ماسل مع السكن بتاعت منطقة الشولدر ريجون. يبقى التلاتة دولت الموازين لبعض دولت لونج ثوراسيك، دورسال ثوراسيك، ولاترال ثوراسيك. اللونج ثوراسيك عشان يغذي عضله سيريتاس فنتراليز وبيطلع من السابع والثامن سيرفايكال سباينال نيرف، اللونج الدورسال ثوراسيك بتاع لاتيسموس دورساي بيطلع من الثامن فقط، اللاترال ثوراسيك بيطلع من الثامن اللي هو الاخير، والفيرست والسكند ثوراسيك سباينال نيرف. تمام كده؟ يبقى كده خدنا خمسه، ها سوبرا سكابولار الاولاني، وبعدين ساب سكابولار الثلاثه دول، وبعدين لونج ثوراسيك ودورسال ثوراسيك ولاترال ثوراسيك. طيب لو كملنا بعد كده، ها رقم ستة اللي هو هيبقى اسمه اكزيلاري. اما بشده كده لفوق بريكيال بليكسس بيبان معايا اهو، ده الاكزيلاري نيرف بيخش من ورا الشولدر جوينت بالشكل ده ويظهر لي بره على اللاترال سيرفيس تحت عضله الدلتويدس زي ما قلنا قبل كده. ادي الدلتويدس لما نشيلها بيظهر لي عندي الاكزيلاري نيرف اهو. طب الاكزيلاري نيرف ده ها بيغذي ايه؟ هو طالع من السابع والثامن سيرفايكال سباينال نيرف، هيغذي من على الميديال سيرفيس الساب سكابولاريز والتيرز ميجور، بيدي لها برانشز، وبعدين ها يطلع هنا يعدي من ورا الشولدر ريجون شولدر جوينت ويظهر لي تحت عضله الدلتويدس عشان يغذي الدلتويدس والتيرز ماينور والبراكيو سيفاليك، ويغذي معاهم البراكيو سيفاليك كمان. تمام كده؟ يبقى ده الاكزيلاري نيرف. نيجي للنيرف اللي بعديه اللي هو رقم كام؟ رقم سبعة. التخين ده أضخم واحد فيهم أهو. التخين ده كله اسمه الراديال نيرف، اسمه راديال نيرف. ده بيطلع من السابع والثامن زائد الفيرست ثوراسيك سباينال نيرف اللي هو كل ده الراديال، من اسمه هيروح عند منطقة لحد هيوصل لحد منطقة الراديوس، وبيغذي هنا في الفور أرم إيه؟ ها هيغذي لي العضلات اللي هنا اللي هي الترايسبس براكياي، وهيغذي معاها التنسور فاشيا أنتي براكياي، وهيغذي ها هيظهر فين؟ فاكرين على اللاترال سيرفيس قلنا لما بنشيل اللاترال هيد بتاعت الترايسبس بيبين معايا نيرف تخين اهوت جنب البراكياليز او ورا البراكياليز مصل سميناه الراديال نيرف، وبيظهر عندي هنا عشان يغذي البراكياليز والانكونياس، يغذي البراكياليز والانكونياس مصل، وبعدين يكمل لحد اللاترال سيرفيس، يكمل لحد اللاترال سيرفيس عشان يغذي لي ايه؟ عشان يغذي مجموعة الاكسنسور جروب الاربع عضلات بتوع الاكسنسور جروب بالاضافة للالناريز لاتراليس. يبقى ده الراديال نيرف. تمام كده؟ التخين ده هو اضخم واحد، اعرض واحد فيهم يعني. طيب بعد كده ها هلاقي فيه نيرف تاني اللي هو اسمه الماسكولوكوتينس والميديان، وبعديهم كمان في الالنر. ناخد الالنر الاول اهو،
ماشي في اتجاه الألنا، رايح في اتجاه الألنا، يبقى ده اسمه ألنر نيرف. الألنر نيرف ده طالع من الفيرست والسكند ثوراسيك سباينال نيرف اللي هو ده، هيروح يغذي مين؟ الألنر نيرف، هيمشي زي ما قلنا في اتجاه الألنا، في اتجاه الألنا، وهيروح لحد ما يوصل لحد اهو، يظهر من ورا عضلة الفليكسور كارباي النارز اللي هو ده، بيمشي مع الكولاتر الارنال ارت لحد ما يوصل للكاربال جوينت، لحد ما يوصل للكاربال جوينت. الارنال نيرف ده بيغذي فليكسور كارباي النارز، فليكسور كارباي النارز، تمام كده، اللي هي دي، مع السوبرفيشال ديجيتال، مع السوبرفيشال ديجيتال فليكسور مسل، بالاضافه للارنال هيد بتاعت الديب ديجيتال، الديب ديجيتال فليكسور مصر، مع الالنر هيد بتاعت الديب ديجيتال فليكسور مصر. طيب بعد كده الميديان والماسكولوكوتينس، الميديان والماسكولوكوتينس الاثنين بيتحدوا مع بعض من فوق، الماسكولوكوتينس جاي من السابع والثامن، لكن الميديان جاي من السابع والثامن، جاي من الثامن سيرفيكال والفيرست والسكند ثوراسيك زي اللاترال ثوراسيك، لكن هما الاثنين بيتحدوا مع بعض وبيعملوا لوب واضحه خالص. اللوب دي اسمها اكزيلاري لوب عشان بيعدي من وسطيها الاكزيلاري ارتري. الارتري المفتوح ده اللي انا شايفه ده الاكزيلاري ارتري، ده بدايه الاكزيلاري ارتري، بيجي من عند يلف من على الفيرست ريب وبعدين ينزل في منطقه الاكزيلا عشان يغذي الفور لمب كلها، الشريان الكبير ده اسمه اكزيلاري ارتري، بيعدي في لوب. اللوب ديت معموله ما بين الماسكولوكوتينس وما بين الميديان نيرف، عشان كده اسمها انسا اكزيلاريز، انسا يعني لوب باللاتيني، اكزيلاري لوب او انسا اكزيلاريز عشان خاطر الاكزيلاري ارتري يعدي منها. طيب وهما الاثنين يمشوا مع بعض، يبقوا ماشيين مع بعض في منطقه الارم ريجون زي ما احنا شايفين، الماسكولوكوتينس نيرف هيديني بروكسيمال برانش وبعدين يديني ديستال برانش، واضح اهو اللي هو ده ديستال برانش، وبعد كده ينفصل عن الميديان، والميديان هو اللي الميديان ينفصل عنه ويكمل لوحده لحد تحت خالص، تمام. يبقى ده بكل بساطه ها ده البروكسيمال برانش بتاع الماسكولوكوتينس، بلاقيه معدي من تحت الكراكو براكياليز، من تحت الكراكو براكياليز من فوق اللي هو ده البروكسيمال برانش بتاع الماسكولوكوتينس، وده الديستال برانش بتاع الماسكولوكوتينس ما بين نهايه الكراكو براكياليز وما بين البايسبس براكياي. طب هو بيغذي ايه الماسكولوكوتينس ده؟ هيغذي العضلتين دولت زائد البراكياليز، هيغذي الكراكو براكياليز والبايسبس براكياي والبراكياليز مصر. طيب الميديان ها اخر واحد معايا، الميديان اللي هو ده ها هيروح يغذي مين؟ هيكمل معايا لحد ما يوصل لمنطقه الفور ارم بالشكل ده، هيغذي لي بقى ايه اللي باقي من العضلات الفليكسور اللي هي الفليكسور كارباي رادياليز اللي احنا واخدين فيها سيكشن دي، هيغذي الفليكسور كارباي رادياليز، وهيغذي التو هيدز اللي باقيين من الفليكس من الديب ديجيتال فليكسور اللي هم الهيومرال هيد والراديال هيد، لان الالنر هيد بيغذيها الالنر نيرف، لكن التو هيد التانيين، التو هيد التانيين هيغذيهم الميديان نيرف. طيب الميديان نيرف هيجي لحد كاربال كانال زي ما قلنا عليها قبل كده، قبل كاربال كانال هيتقسم للاترال بالمر اهو وميديال بالمر. لاترال بالمر اللي هو ده هيطلع يمشي على اللاترال اسبكت بتاع الميتاكاربال بون، وبعدين الميديال بالمر يدخل جوه كاربال كانال، بيدخل جوه كاربال كانال مع الشريان بتاعه اسمه ميديال بالمر ارتري برضه، يبقى ده الميديال بالمر نيرف يدخل جوه الكاربال كانال بالشكل ده، لكن اللي بيطلع بره ده اسمه لاترال بالمر. هما الاثنين يكملوا معايا في منطقه الميتاكاربال ريجون بالشكل ده كده، ادي ايوه ده اللي هو ها الميديال، ده الميديال بالمر جوه القناه، وبيطلع يكمل معايا هنا زي ما هو اسمه ميديال بالمر، بيكمل معايا اسمه ميديال بالمر، والمشي قصاده الناحيه الثانيه اللاترال بالمر في منطقه الميتاكاربال بون لحد الفيتلوك ريجون. عند الفيتلوك ريجون البالمر ده هيديني دورسال برانش وبالمر برانش، الدورسال برانش عشان يغذي الدورسال اسبكت بتاع الديجيت، السكن بتاع الدورسال اسبكت بتاع الديجيت، والبالمر برانش اللي هو كونتينيويشن بتاع الميديال بالمر، ساعتها بسميه ميديال بروبر ديجيتال. نفس المسار بيتعمل من على اللاترال اسبكت اللي هو اللاترال بالمر، يجي عند الفيتلوك ريجون بيتقسم لدورسال برانش ولاترال بروبر ديجيتال نيرف عشان يوصل لحد الهوف تحت، تمام كده. يبقى ده ها النيرفز بتاعتنا ال11 نيرف،
كلهم. نسينا بقى ايه اخر مجموعة عندي اللي هي رقم 11 اللي هم البيكتورال نيرف. البيكتورال نيرفز دولت بيطلعوا منين؟ البيكتورال نيرفز بيطلعوا من الانسا اكزيلاريز، من اللوب اللي معمولة ما بين الميديان وما بين الماسكول وكوتينس. بيطلع من اللوب ديت برانشز تروح تغذي الكرينيال والكودال سوبرفيشال اند ديب بيكتورال ماسلز، الاربع عضلات، عشان كده بسميهم البيكتورال جروب. بص اي نيرف هيبقى داخل في قلب البيكتورال ماسل ده بسميه بيكتورال نيرفز، بسميه بيكتورال نيرفز. هما بيتقسموا على مجموعتين كرينيال وكودال. طبعا يعني ده برضو اسمه كرينيال، ده اسمه بيكتورال نيرف اهو، ده برضو بيكتورال نيرف ده. وهم بيتقسموا زي ما قلنا بيطلعوا من الانسا اكزيلاريز من اللوب ديت، بيتوزعوا في كرينيال بارت ويروحوا في اتجاه تاني الكودال عشان خاطر يغذوا الاربع عضلات بتوع البيكتورال ماسل. يبقى تاني سريعا ها النيرفز بتاعتنا كده، ها اول واحد قلنا سوبرا سكابولار، ده التلاتة دولت سب سكابولار، بعد كده ده اللونج ثوراسيك، ده الدورسال ثوراسيك، ها وده اللي هو اللاترال ثوراسيك، ده اللي هو في الشولدر جوينت ده الاكزيلاري، والتخين ده والتخين ده الراديال. بعد كده ده هيبقى اللي رايح ناحيه الالنا، ده الالنر، ده الالنر، وبعدين دوت قلنا زي ما قلنا الميديان والماسكولوكوتينس مع بعض، ده البروكسيمال برانش، وده الديستال برانش بتاع الماسكولوكوتينس، وبعدين الميديان يكمل لوحده. وزي ما قلنا ديت اللوب اسمها انزا اكزيلاريس. منطقه السكن، السكن كله ايه اللي بيغذيها؟ السكن بتاع الشولدر ريجون بيغذيه اللاترال، بيغذيه اللاترال ثوراسيك نيرف. منطقه الارم والفور ارم بيغذوها الاكزيلاري والراديال والماسكولوكوتينس. لكن السكن من اول الفور ارم لحد الدش التحت بيغذوهم الالنر نيرف اند ميديان نيرف. الميديان والالنر هم اللي بيغذوا السكن من اول الفور ارم لحد الديجيت تحت. وفي النهايه مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفائل بالحياه، تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامه مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمه الله.